نستقبل اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي. سيادة اللواء مساء الخير. اهلا اهلا، ازي حضرتك؟ أهلا وسهلا بحضرتك. شفت ربنا إزاي يخليك. تعادل الفريق قصاد نادي غزل المحلة؟ والله طبعا يعني احنا بنستعد لكل مباراة، يعني عارفين ان كل مباريات صعبة، الدوري السنة دي صعب جدا، وكمان يعني الماتش المحلة وفي المحلة ومع فريق قوي وجهاز فني بقيادة الكابتن محمد عودة، فطبعا كان لازم يبقى الاستعداد على قدر الماتش يعني وصعوبته، تمام. والحمد لله يعني أدينا، وكان عندنا برضو فرص راحت مننا كتير، كان ممكن إن احنا يعني نطلع بالثلاث نقط، ولكن الحمد لله يعني تعادلنا واحنا بنركز كويس الحمد لله وبنأدي كويس السنة دي. طيب يعني عايزين نتكلم كمان عن تفاصيل، يعني قرار ان ايقاف وغرامة اشرف الزنفولي. مفيش، ده قرار المدير الفني نتيجة الموقف حصل في الماتش بتاع المحلة، وطبعا هو المدير الفني ليه كل الصلاحيات، يعني هو اللي بيقول، وده في الإطار الانضباط اللي موجود في الفريق، وأهم حاجة عندنا السلوك بيبقى أهم من النتائج وأهم من أي شيء آخر يعني. تمام. طيب هتستعدوا ازاي لمباراة سموحة اللي جاية؟ حضرتك بكرة إن شاء الله في ماتش مع المريخ السوداني، ماتش ودي وفرصة للاحتكاك برضه مع فريق يعني قوي زي المريخ، وبعدين هيبدأوا بقى إن شاء الله من يوم السبت الاستعداد للمباراة، لأن المباراة يوم الأربعاء إن شاء الله. ان شاء الله. طيب لو هنتكلم يعني ابرز التدعيمات اللي نادي البنك الاهلي محتاجها الفتره اللي جايه. والله حاجة احنا يعني من أول الموسم متفقين مع الكابتن خالد على أساس إن احنا بعد الثمان مباريات اللي هم اتحددت مواعيدهم دول إلى آخره، مباراة سموحة، تمام. هنقعد معاه إن شاء الله، يكون هو وصل لتصور من واقع الثمان مباريات اللي احنا قدناهم، يكون وصل لتصور بالنسبه لطلباته ايه الفنيه في الانتقالات الشتويه، وان شاء الله بعديها نبدا نشتغل عليها يعني. طيب مين هيكون مدرب مساعد مع كابتن؟ والله لغايه دلوقتي ما فيش حد لسه. طيب هل في اي مرشحين؟ طيب لا لسه لسه. عندنا ساعه قريبه لحضرتك، احنا عندنا ماتش سموحه وبعد كده توقف لمده 40 يوم. عشان بطولة كأس الأمم الأفريقية، فعندنا متسع من الوقت يعني إن إحنا يعني ندرس الموضوع ده بهدوء. طب هيكون في لعيبة في شهر يناير إن شاء الله؟ آه إن شاء الله، بس إحنا مستنيين نحدد المراكز اللي هيطلبها الكابتن خالد. تمام. بشكر حضرتك جدا سيادة اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، بشكر حضرتك جدا على وجودك معايا.